أمين مجلس الأمن الإيراني يتهم إسرائيل باغتيال خدائي، رئيسي يهدد بالثأر وإسرائيل تتأهب. واشنطن تؤكد المضي بعقوباتها ضد شخصيات لبنانية وتتهم حزب الله بخلق اضطرابات في لبنان والمنطقة. عشرات حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية في العراق وإجراءات طارئة تشل البلاد. الاشتباه بحالة إصابة بجدر القرود في لبنان والفيروس يواصل انتشاره في عدد من دول العالم. تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة الإخبارية من الحدث. في أول تعليق له على قتل الضابط في الحرس الثوري الإيراني صياد خدائي بالرصاص أمس في طهران، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الانتقام لقتله أمر حتمي، معلنا ملاحقة المرتكبين. فيما قال وزير الداخلية الإيراني إن لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والعسكرية تشكلت لمتابعة التحقيقات، وإن نتائج التحقيقات ستعلن بعد انتهائها. هذا ويجري رئيس مباحثات رسمية في مسقط تتناول العلاقات الاقتصادية والتجارية ومختلف المجالات ومنها السياسية أيضا وفق التصريحات الإيرانية. أفاد مراسل الحدث أن إسرائيل رفعت درجة التأهب الأمني في سفاراتها حول العالم بعد اغتيال الضابط الإيراني في الحرس الثوري وسط طهران، وكذلك على الجبهة الشمالية من جهة سوريا ولبنان. مصادر قالت إن الغارات التي تستهدف مواقع إيرانية في الأراضي السورية متواصلة، لافتة إلى استمرار التنسيق الأمني مع روسيا هناك رغم إطلاق الروس صواريخ تجاه المقاتلات الإسرائيلية. وأضافت المصادر أن إسرائيل تخشى من أن يؤدي الانشغال الروسي في الحرب على أوكرانيا إلى تعميق التموضع الإيراني في جنوب سوريا. من جانب آخر، أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن العقيد التابع لفيلق القدس الإيراني الذي اغتيل أمس في طهران كان وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد إسرائيليين في جميع أنحاء العالم. فيما أقرت وزارة الخارجية الإيرانية باغتيال حسن صياد خدائي، وقالت في بيان إن الحادث لن يمنع طهران من تحقيق أهدافها. ووفق النظام الإيراني فقد تعرض لهجوم في سيارته بواسطة شخصين كانا يستقلان دراجة نارية قرب منزله في العاصمة طهران. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن الحرس الثوري اكتشف أعضاء من شبكة جهاز مخابرات إسرائيلي وألقي القبض عليهم. وقالت خدمة العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان: حاولت الشبكة سرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة والخطف وانتزاع اعترافات ملفقة من خلال شبكة من البلطجية. نقاشا للموضوع من لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني حسن راضي. سيد حسن، أهلا وسهلا بك معنا على شاشة الحدث. إن كانت إسرائيل تقف وراء عملية الاغتيال هذه، ما الرسالة التي تود إيصالها لإيران؟ تحياتي. أعتقد الرسالة واضحة، هي محاسبة المتورطين في عمليات إرهابية واغتيالات في المنطقة والعالم. يعني إسرائيل يعني اعترفت ضمنيا عندما نشرت مباشرة معلومات عن المقتول، ويعني اتهمته ب يعني هو من يقف وراء العديد من الاغتيالات والاستهدافات للإسرائيليين وغيرهم في المنطقة والعالم. أنا أعتقد أنه هذا تطور كبير جدا، يعني وتكرر هذا التطور والاختراق الأمني الإيراني في طهران باستهداف مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني وأيضا في وزارة الدفاع الإيرانية. طبعا حسن صياد خدائي هو مسؤول كبير في وحدة 840
التابعة لفيلق القدس المعنية بالاغتيالات في خارج حدود إيران، ويعني عمليات إرهابية. لذلك إسرائيل استهدفت هذا الشخص ليس اعتباطيا، بل تعرفه في يعني تعرفه جيدا بأنه شخصية مهمة ويقف وراء العديد من الاغتيالات. يعني هذا الأمر يعتبر تطور أمني كبير بين إسرائيل وبين إيران، خاصة أنه إيران يعني اتهمت مباشرة إسرائيل، وأيضا إعلان طهران بأنها اكتشفت شبكة تجسس تابعة لإسرائيل واعتقلتها. هذا التقطيع على فشلها الأمني. أعتقد إيران دائما يعني تعتقل الناس، يعني مدنيين ناشطين في المجال الثقافي أو السياسي، ومن أجل تبرئة يعني أو التغطية على فشلها تعلن أنها استطاعت أن يعني تنفذ عملية يعني واعتقالات مرتبطين بإسرائيل أو بالجهات الخارجية، وإلا أنه إيران يعني أثبتت غير قادرة حتى على حماية مسؤوليها، فكيف تكشف يعني خلايا أو شبكات تابعة للدول الأجنبية فيه. طيب، وإن أثبتت إيران فشلها الأمني كما وصفت حضرتك سيد حسن، ألا تخشى إسرائيل من انتقام إيران، خاصة وأن رئيسي ذكر بصريح العبارة الانتقام للعقيد أمر حتمي، ألا يخشى من إعادة مشهد انتقام إيران لقتل اغتيال قاسم سليماني في العراق واستهداف مواقع أمريكية، كون أن الأمريكان كانوا وراء اغتياله داخل العراق؟ طبعا عملية استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية من قبل إيران هي مسرحية لا أكثر. يعني إيران أبلغت الحكومة العراقية بأنها تستهدفها، ووصل الخبر إلى الأمريكان، وأخليت القاعدة العسكرية من جميع الجنود، وسمح لإيران أن تستهدفها كمسرحية يعني للاستهلاك الإعلامي، ليس إلا لم ينجرح أي أمريكي في تلك العملية. هذه النقطة. النقطة الأخرى، إيران طبعا تخشى كثيرا بأنه تستهدف مسؤول أمريكي أو إسرائيلي على حد سواء، لأنها يعني تعرف جيدا بأنه الرد سيكون صاعقا، الرد سيكون قويا وكبيرا إذا إيران استهدفت بشكل مباشر وتبنت العملية. يعني شهدنا أنه هذه ليس العملية الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وإسرائيل تستهدف مسؤولين كبار، منهم محسن فخري زادة، ومنهم مسؤولين في الملف النووي وغيرهم في طهران، يعني بالعشرات. وإيران لم ترد، إيران رغم أنها تعترف وتتهم إسرائيل ولكن لم ترد. لكن استهداف إيران أو محاولات استهداف إيران للدبلوماسيين الإسرائيليين في أنحاء العالم، هذا دليل على فشل طهران وضعفها بأنه لا تستهدف مسؤولين أمنيين أو عسكريين، بل تستهدف ناس أبرياء. يعني دبلوماسي ليس مسؤول عسكري أو أمني حتى يتم استهدافه، وهو هدف سهل، يعني إنسان عادي في يعني يمارس عمله الدبلوماسي في أحد السفارات في سيد حسن، قتل العقيد، هل تعتقد أن عملية الاغتيال هذا ستؤثر على جمود المفاوضات النووية؟ وإن كان جواب نعم، كيف يمكن أن يكون التأثير؟ أنا استبعد أنه سيؤثر على المفاوضات النووية، لأنه هذا الشخص هو ليس يعني مسؤول في المجال النووي، بل هو مسؤول في الحرس الثوري الإيراني في فيلق القدس، مسؤوليته الاغتيالات والاستهدافات. لكن هي تعتبر ضربة لإيران سيد حسن، وفي عقر دارها. نعم، بالتأكيد لن تؤثر باعتقادي، وإيران بحاجة ماسة إلى رفع العقوبات، بأمس الحاجة إلى أنه لن توتر العلاقات مع أمريكا ومع إسرائيل. هي تدعي ذلك من خلال الإعلام وأيضا الادعاءات والشعارات، لكن عمليا هي لا تريد أن تصعد، لأنه التصعيد ليس بصالحها بتاتا، لا على الصعيد فرض المزيد من العقوبات ولا على الصعيد التصعيد الأمني والعسكري، لأنه إيران ضعيفة من الداخل، إيران مخترقة من الداخل، إيران لا تستطيع حماية مسؤوليها. فكيف تواجه دولة قوية مثل إسرائيل التي تمتلك أدوات وإمكانيات أمنية وعسكرية كبيرة جدا، يعني تتفوق على إيران بعشرات المرات في هذا المجال؟ شكرا جزيلا لهذه المشاركة وكل هذه الإيضاحات من لندن، حدثنا الباحث في الشأن الإيراني حسن راضي.
في لبنان تنطلق التحضيرات للتقدم بالطعون بنتائج الانتخابات النيابية أمام المجلس الدستوري خلال المهلة الممتدة إلى نهاية الشهر الذي يعقب إعلان النتائج الرسمية. ويستعد المجلس الدستوري إلى تلقي طعون من دوائر لبنان الشمالي والمتن الشمالي والشوف وعالية، فيما رجح أن تتقدم القوات اللبنانية تقدم طعنا في دائرة البقاع الثالثة بعلبك الهرمل. شددت وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية كفؤة وملتزمة لإعادة بناء الثقة. وقال مصدر حكومي أمريكي للحدث إن ثمة بعض الملاحظات الأمريكية على العملية الانتخابية في لبنان، مشيرا إلى أن اللبنانيين يريدون حكومة قادرة على حل مشاكلهم. وعن تقدم معارضي إيران وسوريا اكتفى المصدر بالقول إن هذه خطوة وما يأتي مهم، مؤكدا أن واشنطن ستدعم الحكومة اللبنانية في مواجهة التحديات المطروحة عليها. المصدر ذكر أن موقف الولايات المتحدة من حزب الله لم يتغير، ذلك أن واشنطن ما زالت تصنفه ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية، كما جزم أن حزب الله يتسبب بالاضطرابات في لبنان وفي المنطقة. وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية للحدث إن بلاده قلقة من أزمة الطاقة وتأثيرها على استقرار لبنان، مضيفا أن واشنطن تنتظر من الأطراف الاتفاقات النهائية مع الأخذ بعين الاعتبار القلق من مسألة العقوبات. وأكد أيضا على معالجة الوضع الإنساني في لبنان من دون المس بمسألة العقوبات على سوريا. وتنشط الاتصالات والمشاورات في لبنان في مواجهة استحقاق انتخاب رئيس للمجلس النيابي على ضوء إعلان العديد من الكتل النيابية رفضها للتصويت لانتخاب الرئيس نبيه بري، فيما تبرز مخاوف عدة من لجوء حزب الله وحلفائه لإدخال البلاد في فراغ دستوري وبالتالي تأزيم الوضع الاجتماعي والمعيشي الذي يرزح تحته اللبنانيون. في الوقت أيقظت فيه الانتخابات الأخيرة آمالاً كانت مفقودة، إلا أن شيئاً من الحذر وحتى الإحباط يحيط باللبنانيين. فخسارة حزب الله وحلفائه لما يعرف بالفيتو لم يجرده من السلطة الكافية للمماطلة والتعطيل، حيث تتهيأ قوى الأكثرية البرلمانية السابقة لتعطيل المؤسسات من جهة وخوض حرب سياسية ضد التغييرين الذين أبرزتهم صناديق الاقتراع. والأخطر من المواجهات السياسية أن يفاقم التعطيل الأزمة الاقتصادية وما تشمله من تجميد خطة التعافي ودفع الدولة لمزيد من الانهيار. في هذه الحالة البرلمان المعطل يعني حكومة معطلة ومن بعدها فراغ رئاسي جديد، وبالتالي وقف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعذر إقرار الموازنة العامة والإصلاحات المطلوبة. وقد سبق لحزب الله وحلفائه أن مارسوا التعطيل نفسه بين عام 2006 و2008 ثم 2014 و2019، علما بأن إيران ووكلاءها قادرون على إبقاء الوضع اللبناني في غرفة انتظار التسويات الدولية والإقليمية، لا سيما أن القوى الدولية تميل في المراحل المقبلة إلى استرضاء طهران لإنجاز الاتفاق النووي وعدم تأزيم الأوضاع بالشرق الأوسط مع تواصل الحرب الأوكرانية، ليبقى الرهان قائما على التغييرين الذين اخترق عدد منهم حواجز الثنائي الشيعي وأطاحوا برموز للنظام السوري ودخلوا تحت قبة البرلمان. غير أن مراقبين ينفون قدرة هؤلاء على إحداث التغيير إن لم يوحدوا صفوفهم وأطفوا القيمة على صوتهم بالمجلس بمواجهة الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر. نقاشا للموضوع من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي أسعد بشارة. سيد أسعد مساء الخير، أهلا وسهلا بكم معنا على شاشة الحدث. يبدو أن المشهد اللبناني معقد مع كل هذه المعطيات آنفة الذكر، ماذا ينتظر البلاد إذن بعد هذه الانتخابات؟ بعد خسارة حزب الله للأكثرية، التحدي الأكثر أهمية هو أن تترجم هذه الأكثرية نفسها بتوجه منسجم
سواء في انتخاب تجديد لرئيس مجلس النواب نبيه بري المرفوض من قبل الأكثرية، والذي يساوم عليه بعض حلفاء حزب الله كجبران باسيل يريد إعادة تجديد لبري، ولكن مع ثمن كبير، يعني الخلاف على الأسعار. أما في يعني المقلب الآخر في ميل الأكثرية، فهناك تحدي كما ذكرتم في التقرير، تحدي الانسجام وتوحيد الموقف بالنسبة لانتخاب رئيس مجلس نواب. هناك موقف واحد رافض للتجديد لبري، لكن هناك تمايز في من يريد حضور الجلسة والتصويت بورقة بيضاء، ومن يمكن أن يلجأ إلى عدم الدخول إلى قاعة مجلس نواب احتجاجا على هذا التصويت. بكل الحال، المحطة الأولى التي هي انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب سوف يخرج بها بري بأصوات زهيدة، ليس كما في المرة السابقة ما يفوق 90 صوت من أصل 128، بل سينخفض إلى حدود 60 صوتا، وربما أقل ربما أكثر بقليل، ولكن هذا رقم واضح يدل ويترجم الاحتجاج الحاصل على التجديد للمرة السابعة لنبيه بري رئيسا لمجلس النواب. أما المحطة الثانية فهي وهي الأهم، لأنها تتعلق بتشكيل السلطة في لبنان، تسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة، الأمر الثاني أن يشكل الحكومة. كما قلنا هنا وكما اعتدنا دائما، فإن حزب الله إذا خسر الأكثرية النيابية هو ربحها لمرة واحدة منذ العام 2005 وإلى اليوم، وخسرها في انتخابات العام 2005، انتخابات العام 2009، ومتى لها من انتخابات. في الانتخابات 2018 ربح أكثرية كما قال قاسم سليماني، الآن يخسر الأكثرية، لكن يشهر سلاح التعطيل. الحشد الشعبي في العراق يحذو الحذو نفسه، وحزب الله يقوم بتأكيد هذه المدرسة في تعطيل نتائج الانتخابات، عدم السماح للأكثرية بتشكيل حكومة تحت ضغط الشارع، القمصان السود، التهويل، الضغط في كل الاتجاهات، استعمال، نتوقع من عون رئيس الجمهورية أن يستعمل ورقة تأجيل تحديد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف للحكومة، نتوقع كل شيء. يريدون ما يسمونها زورا حكومة وحدة وطنية، لكنها حكومة تجميع القوى والمكونات بشروط حزب الله وتحت سقف حزب الله. هنا سيد أسعد، في الأكثرية الجديدة ذكرت من أبرز التحديات أمام أعضاء البرلمان الآن هو تسمية رئيس مكلف ورئيس للحكومة. ما حجم المخاوف القائمة الآن من أن يجر أنصار حزب الله البلاد إلى فراغ سياسي وأيضا إلى الانقسام؟ لقد وضعوا معبرا إجبريا للتشكيل، وهو ما سموه حكومة الوحدة الوطنية زورا. ليست حكومة وحدة وطنية، لا فيها لا وحدة ولا وطنية، هي حكومة المنظومة. يريدون جميع هذه القوى خصوصا حلفائهم، ويريدون تقسيم الوزارات. يعني جبران باسيل يريد مرة جديدة وزارة الطاقة، على الرغم من كل من الفضيحة الكبرى التي أثرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه سحب استدراج عروض لبناء معامل جديدة، وزير الطاقة المحسوب عليه. فأذن هذه أحد الأمثلة. يريدون نبيه بري مرة ثانية رئيسا للمجلس، يريدون حصة الثنائي وزارة المال، يريدون هذه التقسيمة هي نفسها، والتي من خلالها يسيطرون على قرار وزارة الخارجية وعلى قرار السلم والحرب. هل سيفشلون هذه المرة الواجهة. سيد أسعد، التحدي أمام الأكثرية، هل سيفشلون هذه المرة في فرض هذا التقسيم من جديد؟ هم راهنوا في السابق في كل التعطيل الذي مارسوه منذ العام 2005، يعني حكومة السنيورة، بعد السابع يعني 7 أيار، الدوحة، إسقاط سعد الحريري بالثلث المعطل، الفراغ الرئاسي الطويل لانتخاب ميشيل عون. يريدون تأكيد هذا الفراغ باعتباره سلاحا. أما الأكثرية، كنت أقول أما الأكثرية الجديدة المشكلة من قوى سيادية وتغييرية، عليها عبء ومسؤولية وطنية في أن تنسجم ضمن رؤية واحدة، أن تسمي رئيسا واحدا لتشكيل الحكومة، أن تكون وراءه كأكثرية نيابية لتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة،
حكومة اختصاصيين ولكن قادرين على أن يشكلوا فريق عمل للإنقاذ. هناك تحديات كبيرة جدا، منها التفاوض مع صندوق النقد الدولي. هذا الاتفاق هو اتفاق بالأحرف الأولى، يفترض أن يضع موضع التنفيذ، لا يعني ليس له أي قيمة إذا لم يبدأ التنفيذ بالإصلاح، خصوصا في الوزارات الأساسية، وزارة الطاقة، وزارة المال، وزارة الأشغال، نعم، وزارة الاتصالات، المجالس، كل إدارات الدولة. بالتالي هذه الحكومة هي طابعها، إذا ما كانت حكومة تغيير والبدء بالإصلاح يجب أن تكون بمعزل عن حزب الله وحلفائه. كذلك هنا سيد أسعد، فقط اسمح لي فيما تبقى لنا من الوقت، هل يكفي إذن أن يكون هناك موقف سيادي وموقف سياسي واقتصادي وإصلاحي موحد برأيك لإنقاذ لبنان وبالتالي تلافي خطر أنصار حزب الله؟ حزب الله يراهن على إحداث شق ما بين هذه الكتل التي هي تشكل أكثرية فعلا حول عنوانين كبيرين، بناء الدولة وسيادة الدولة. إذا ما استطاع أن يشق هذه القوى لن يستعمل أي قوة أخرى، يعني سيفرض إيقاعه بكل سهولة دون أن يستعمل أي يد أو عنصر خشن. بالتالي المسؤولية عليهم أن يتوحدوا، أن يقدموا برنامج عمل مدروس وهادف ومستقبل لكي يرموا الطابة في الملعب الآخر ولكي يسلطوا الضوء ويعيدوا إحياء التوازن في مواجهة مشروع حزب الله وحلفائه الذي يقود البلد إلى الانهيار. شكرا جزيلا على المشاركة وهذه الإيضاحات من بيروت قدمها لنا الكاتب الصحفي أسعد بشارة. ونشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل: عشرات اليمنيين أمام محكمة لاهاي للمطالبة بفك الحصار عن تعز، وعمان تتحضر لمحادثات يمنية لبحث الموضوع. حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من استمرار ميليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال. أنا ما معناش حتى حق أقول لك حق الدب الماي. كل توقيعات أو التزامات الحوثيين بحماية الأطفال وعدم إقحامهم في الجبهات كلها تبخرت. هذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية. تستمر الخروقات منذ الساعة الأولى لإعلان الهدنة. وفقاً لمصادر أمنية حتى الآن لا يوجد قتلى ولا جرحى. ماذا يعني ذلك لليمنيين في الداخل؟ هناك صراعات سياسية على السلطة. اليمني كما قلت يتعرض إلى انتهاكات من الحوثيين، كيف باللاج؟ حصرتها بالسلاح وأطلقت عليها النار وأحرقت الفنادق والسكنات الشعبية التي بناها هؤلاء في هذا الوادي. ولا يعني كأنه الناس يعني يفكرون كيف حال الناس وكيف حالنا. إلى ماذا يرمي الحوثيون من خلال هذه الانتهاكات؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نظم العشرات من أبناء الجالية اليمنية في أوروبا وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هولندا للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض من قبل ميليشيات الحوثي على تعز. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وشعارات تندد باستمرار حصار الحوثي على مدينة تعز بالرغم من الهدنة الأممية،
وطلب أبناء الجالية اليمنية المجتمع الدولي بمحاسبة الحوثيين والضغط على جماعة لفتح الطرق الرئيسية من وإلى مدينة تعز. وشدد المشاركون في الوقفة على ضرورة فتح الطرقات أمام حركة التنقل ووصول الإمدادات والمساعدات للسكان المدنيين المحاصرين في المدينة منذ 7 سنوات. إلى ذلك، وتلبية لدعوة المبعوث الأممي إلى اليمن، وصل وفد ميليشيات الحوثي إلى العاصمة الأردنية عمان، فيما يتوقع وصول الوفد الحكومي الأربعاء المقبل، وذلك لعقد مشاورات بموجب اتفاق الهدنة الأممية حول رفع الحصار عن محافظة تعز وفتح الطرق في باقي المحافظات. مكتب المبعوث الأممي في عمان أكد أن المشاورات ستنطلق الأربعاء المقبل، فيما تتصاعد الاحتجاجات في تعز والمطالبات برفع الحصار الحوثي الذي دخل عامه السابع. مرة جديدة تغطي كتل ترابية سماء العاصمة العراقية ومناطق أخرى في البلاد وصولاً إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان. الحكومة العراقية أعلنت تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الرسمية عدا الدوائر الصحية والأمنية والخدمية في أرجاء البلاد اليوم، على خلفية تعرضها لموجة غبار كثيفة وسوء الأحوال الجوية. كما أعلن وزير التربية تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية. من جانبها، أعلنت إدارة الشركات العامة
للخطوط الجوية أنها استأنفت رحلاتها بعد انتهاء العاصفة وعودة مدى الرؤية، فيما أغلق معرض بغداد الدولي للكتاب أبوابه اليوم على خلفية العواصف الترابية. وفي الكويت أعلنت هيئة الطيران المدني توقف حركة الملاحة بسبب العاصفة الترابية. مش باين ولا شيء. الله. مشكلة العطلة. سكرت. من بغداد ينضم إلينا مراسل الحدث منتظر رشيد. منتظر، أهلا بك معنا. 11 عاصفة خلال 40 يوم يعتبر رقم قياسي، هل عاصفة اليوم مختلفة عن السابقات من حيث كثافة الغبار؟ إن تستطيع وصفها بالعين المجردة؟ في ساعات الفجر كانت العاصفة طبعا لا تشبه حتى العواصف التي سبقتها، كانت قوية جدا. أيضا من منطقة لأخرى كانت تختلف طبعا حجم تأثير هذه العاصفة وشدتها. على سبيل المثال محافظات الفرات الأوسط، بابل، كربلاء، النجف، الديوانية كانت الأكثر تأثرا، انعدمت الرؤية بشكل كامل تقريبا. أيضا حتى عدد الإصابات كان كبيرا جدا. صحة النجف تتحدث عن وصول قرابة 900 حالة اختناق إلى المستشفيات، لكنها كانت أقل شدة في العاصمة بغداد. أيضا الرقعة التي انتشرت فيها هذه العاصفة وشملتها، شملت حتى المحافظات الشمالية، نتحدث هنا عن نينوى، أربيل، كركوك، حتى السليمانية، نزولا طبعا إلى المحافظات الوسطى والجنوبية. هذه العاصفة بدأت بالانحسار طبعا قبل عدة ساعات قليلة من الآن، عادت الحياة إلى طبيعتها كما تشاهدون، الحركة عادت إلى طبيعتها رغم وجود عطلة رسمية، لكن الناس على ما يبدو نفضوا ما تراكم من غبار ليخرجوا مجددا لاستئناف حياتهم هنا. ماذا عن حالات الاختناق داخل المستشفيات منتظر؟ كما شهدنا قبل قليل هناك الكثير من الناس يعانون من حالات اختناق، هل مستشفيات بغداد لنقل كونك في العاصمة مستعدة لهذا العدد المتزايد في كل عاصفة؟ كما أعلنت وزارة الصحة قبل عدة أيام وأيضا عدة وزارات أخرى كانت مستعدة طبعا لاستقبال هذه العاصفة، المستشفيات وبعد التجارب السابقة كانت قد جهزت نفسها جيدا لاستقبال هذه الحالات. هناك حديث طبعا عن 2000 حالة أو أكثر وصلت فعلا إلى المستشفيات وتم تسجيلها، لكن هذا الرقم قابل طبعا للارتفاع لأن أرقاما أخرى وإحصاءات أخرى لم تصل إلى الآن من المحافظات خصوصا الجنوبية التي كانت في قلب هذه العاصفة. بالتالي إلى الآن الحديث يجري عن 2000 حالة سجلت من قبل وزارة الصحة، هذا الرقم قابل للارتفاع، ربما يصل إلى 4000 كتقدير أولي بحسب وزارة الصحة العراقية. آثار هذه العاصفة إلى الآن عشرات الأطنان من الأتربة التي غطت كل شيء ودخلت إلى داخل بيوت العراقيين. طيب الحياة كما قلنا عادت إلى طبيعتها. نعم، كالعادة أطنان من التراب تتكدس في الشوارع وحتى تدخل داخل المنازل في العراق، هل
كما كان سابقا يوم غد نتوقع أزمة شح مياه، كون أن الطلب على المياه يزداد في اليوم التالي من أي عاصفة، نظرا لأن المنازل يعني يقومون بتنظيفها وتنظيف الشوارع. يعني المعضلة الآن التي تواجه حتى السلطات هنا كيفية تنظيف الأشجار هنا والمزروعات داخل العاصمة بغداد في الطرقات، عملية تنظيف هذه الطرقات التي تراكمت فيها كميات كبيرة من الأتربة، المباني، المنازل. بطبيعة الحال هناك ضغط سيبدأ ربما خلال الساعات القليلة المقبلة مع انحسار هذه العاصفة وزوالها، هناك ضغط كبير سيكون على المياه من أجل تنظيف ما خلفته هذه العاصفة. سبب هذه العاصفة وأحد أسباب هذه العاصفة هو التصحر وشح المياه، يعني انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، كل هذه العناصر مجتمعة بدأت تهاجم العراقيين. بحسب معلوماتك منتظر، دائرة الأرصاد الجوية العراقية هل تتوقع المزيد من العواصف الترابية خلال الفترة المقبلة؟ بطبيعة الحال هذا ما أكدته في أكثر من مناسبة، العراق في قلب التغير المناخي، العراق يعيش أزمة تصحر غير مسبوقة منذ عقود، تأثيرات هذه العوامل التي تحدثنا عنها ستنعكس طبعا على شكل عواصف ترابية، توقعت أن تزداد هذه العواصف الترابية، ونحن مقبلون على المزيد من هذه العواصف التي لا يبدو أنها ستنتهي قريبا. شكرا جزيلا. من بغداد حدثنا مراسل الحدث منتظر رشيد. لقي حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس حتفه على يد رجل اعتقل بعد الواقعة، وقال مصدر قريب من التحقيق إن مشادة وقعت قبيل 7 صباحا بين الرجلين أمام السفارة في الدائرة 8. وقالت النيابة إن ملابسات وفاة الحارس لم تعرف بعد بدقة، وأن تحقيقا فتح في جريمة القتل العمد، كما لم يتم التأكد من أن المشتبه به استخدم سلاحا. مصدر أمني فرنسي كان كشف أن المشتبه به لا يتمتع بكامل قواه العقلية، وأن الواقعة لا تبدو أنها عمل إرهابي. حذرت منظمات أممية من كارثة غذائية قد تضرب السودان، إذ كشفت تقارير عن حاجة نحو 9 ملايين شخص للغذاء في العام الحالي. على مد البصر تنبسط هذه الأراضي كواحدة من أخصب المناطق الزراعية في العالم. مشروع الجزيرة الذي كان معولاً عليه ضمن مشاريع أخرى في سد حاجة الغذاء يحتاج الآن وبلسان مزارعيه إلى تحرك سريع لإنعاش تربته والاستثمار فيه. هنالك مشاكل كثيرة جدا، هي مشاكل التمويل ومشاكل التسويق، وكل هذه المشاكل إن شاء الله لابد أن يكون لنا فيها وقفة. فنحن من هنا ندعو كل المستثمرين وندعو للمزارعين لاستثمار هذه الأراضي البكر. مخاوف من فجوة غذائية قد تضرب العالم، ومنظمات أممية تحذر من كارثة وشيكة في السودان. تقارير كشفت عن أن فشل المحاصيل أثر على 5 ملايين شخص مقارنة بالعام الماضي، وتقديرات جديدة تشير إلى حاجة 9 ملايين شخص لمساعدات غذائية خلال هذا العام، فشل فسره البعض بالتداعيات السياسية الراهنة. التضخم في ازدياد، الجنيه السوداني في انهيار، أدى إلى تصاعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بالرغم من أنه في الشهرين الماضيات الجنيه السوداني ادهور قيمته ورجع استقر في 57 جنيه أو 56 جنيه مقابل الدولار، إلا أن الأسعار ارتفعت ولم تنزل. جهود حكومية تقال ولا ترى، أو هكذا يقول البعض، وتأكيد على أنه لا مخرج من الأزمة الحالية إلا بتأمين الموسم الزراعي. سعينا ونسعى، والموسم القادم ده إن شاء الله كربنا خلانا هذا الموسم عندنا له خطة تانية، عندنا له لابد أن نأمنه، ما بنحمل عشان إحنا رافعين شعار الزراعة هي المخرج مزولين منا في رقبتنا. ليست المرة الأولى التي تحذر فيها المنظمات الأممية من أزمة غذائية تضرب السودان، وهو الذي كان محصناً بأراضيه الخصبة وموارده الوفيرة، غير أنه الآن يقف عاجزاً من أن يغرس نبتة
تسد بعضا من حاجته. لينا يعقوب، الحدث، الخرطوم. ونشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل: السجن مدى الحياة لجندي الروسي في أول قضية جرائم حرب في أوكرانيا. نزلنا من القصف ونزلنا من الطيران والحجينا هين. صار الركام يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. علق طفل أوكراني 87 يوما في قبو تحت الأرض، لكنه تمكن من الخروج أخيرا مع عائلته، حيث بقيت منذ بداية العملية الروسية في 24 من فبراير. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الطفل البالغ من العمر 8 سنوات لم يكن يرغب بالخروج من القبو بقرية كوتوزوفيكا المدمرة شرق خاركييف، وذلك خوفا من النيران الروسية. مدينة لم يبقى منها إلا الحطام والركام، إلا أن الجنود الروس بدأوا يزيلون الألغام من أراضي مصنع أزوفستال الصلب في ماريوبل جنوب شرق أوكرانيا، بعد خروج مئات المقاتلين الأوكران من المعمل المترامي الأطراف خلال الأيام الماضية. وشهد الموقع تفجير ألغام تحت السيطرة وإزالة الحطام من المصنع الذي ظل لأسابيع طويلة محاصرا باستخدام الجرافات العسكرية. Thank you.
حظر البرلمان الأوكراني الحرفين زت وفي اللذين يستخدمهما الجيش الروسي للترويج للعملية العسكرية، لكنه سمح باستخدامهما فقط للأغراض التعليمية أو التاريخية. كما حظر البرلمان بقانون جديد إنشاء منظمات غير حكومية تستخدم هذين الرمزين أو المنظمات التي تريد تقويض سيادة البلاد. كما مدد البرلمان الأوكراني فترة فرض الأحكام العرفية في البلاد 90 يوماً أخرى، وبهذا يكون البرلمان قد استجاب لطلب الرئيس فلوديمير زيلينسكي الذي يريد أن يكون الحرفان ممنوعين مع وجود استثناءات. في أول محاكمة متعلقة بجرائم الحرب منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قضت محكمة أوكرانية بسجن جندي روسي مدى الحياة عقب إدانته بقتل مدني أوكراني. بناء على ما ورد أعلاه، قضت المحكمة بإدانة فاديم يفغينيفيتش شيشامارين المولود في 17 أكتوبر عام 2000 بارتكاب جريمة جنائية بموجب البند الثاني من المادة 438 من القانون الجنائي لأوكرانيا وتحديد عقوبته بالسجن مدى الحياة. كشف طبيب لبناني عن وجود حالتين اثنتين لجدر القرود في لبنان، إحداهما جنوب لبنان وصلت من أفريقيا. وكانت رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة اللبنانية أكدت توارد أنباء عن حالة مشتبه بها بجدر القردة عند طبيب، نفية وجود معطيات كافية لتأكيد تسجيل الحالة أو عدمها. هذا ودق مسؤول الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن ارتفاع عدد الإصابات بجدر القرود في أوروبا ومناطق أخرى وصولا إلى الشرق الأوسط، حيث سجلت حالتان في إسرائيل وحالة في اليونان. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه إضافة إلى الحالات الأكيدة بإصابتها بجدر القردة، فإن هناك 28 إصابة أخرى يجري التحقق منها في 12 دولة لا يعد هذا الفيروس متوطنا فيها. وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها تتوقع اكتشاف المزيد من الإصابات بجدر القردة، بينما توسع نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة، وأنها ستقدم المزيد من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للبلدان بشأن كيفية الحد من انتشار هذا النوع من الجدر. من لندن ينضم إلينا الدكتور عبد الكريم قزيز المختص في علم الوبائيات والباحث المشارك في جامعة كينغز كوليدج. دكتور أهلا وسهلا بك معنا، وأتمنى أكون قد لفظت اسمك بالشكل الصحيح. صحيح. تمام. صحيح. دكتور، تحدثنا خلال نشراتنا السابقة عن تفاصيل كثيرة حول هذا المرض. الآن نريد التركيز بداية، ما هو الفرق بين جدر القرود و الجدر العادي؟ نعم، أسعد الله أيامكم. يعني الجدري هناك ثلاثة أمراض أو أربعة أمراض منتشرة تتعلق بالجدري. أولاً الجدري القديم السمول بوكس اللي هو مرض انقرض من البشرية عام 1980 بفضل اللقاحات، إذن هو غير موجود، ولكن ظل عندنا ثلاثة أنواع. الجدري اللي هو جدر الإنسان أو التشيكن بوكس اللي هو أغلبنا أصيب به في مرحلة الطفولة، وهو مرض يعني خفيف جدا ولكن يشارك الأعراض مع مرض جدري القرود. وهناك أيضا مرض جدري البقر الكو بوكس والمونكي بوكس أو جدري القرود. كل هذه الأمراض تتشارك من ناحية الأعراض، يعني موضوع الحمى، الصداع وألام العضلات، ولكن جدري القرود وجدري الأبقار هي لا تنتقل عادة إلى البشر إلا في ظروف خاصة، عندما يكون هناك تلاصق كبير ما بين البشر والحيوانات المصابة في بيئة غير محمية. ولكن هذه المرة الأولى عبر التاريخ التي يحدث بها انتشار مجتمعي، يعني من بشر إلى بشر في خارج المناطق الموبوءة لهذا الفيروس اللي هو جدري القرود. وأما من ناحية الاختلاطات فجدري القرود السلالة السائدة حاليا هي سلالة غرب أفريقيا، تشابه جدري الإنسان من ناحية أنها لا تسبب الكثير من الوفيات، مجرد حوالي 1% فقط من المصابين قد يتعرضون لاختلاطات تودي بحياتهم.
لماذا إذن هذا التخوف بين الناس دكتور من هذا النوع من الجدري في الوقت الذي منظمة الصحة العالمية تحاول أن تطمئن الناس، لكنها في ذات الوقت تدق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع عدد الحالات؟ نعم، أعتقد أن هناك يعني تضخيم حول هذه الجائحة بسبب خوفنا من الكوفيد. يعني خلال أكثر من عامين ونصف الكوفيد يعني قلب حياتنا رأسا على عقب، وبالتالي الآن أي جائحة أو وباء جديد سنتخوف منه. ولكن أطمئن المشاهدين، جدري القرود لا يقارن بالكوفيد سواء من ناحية الانتشار. جدر القرود انتشاره نوعا ما صعب بين البشر، يحتاج إلى يعني تواصل وثيق وطويل بين البشر حتى يتم هناك عدوى. لا ينتشر مع الرذاذ الجوي يعني من الهواء مثل الكوفيد، لذلك إن شاء الله ما رح نضطر نرجع نلبس كمامة. دكتور، هل ينتقل في عن طريق المياه في المسابح مثلا، كون يعني نحن في فصل الصيف والكثير من الناس تقبل على السباحة في المناطق العامة؟ هذه نقطة مهمة فعلا، شكرا لك. ينتقل عبر سوائل الجسم، يعني مثلا القشع أو السوائل الأنفية أو السوائل للأشخاص المصابين اللي بيكون عندهم حويصلات. هذه السوائل هي معدية أكثر. طيب، يعني أكثر شيء. وبالتالي المسابح إذا لفترة طويلة من الممكن أن تسبب إصابة إذا كان الشخص المصاب موجود في المسبح. طيب دكتور، أيضا أود أن أسألك عن اللقاحات. يعني بالتأكيد لا يوجد لقاح لهذا المرض الآن، لكن ماذا عن لقاحات الجدري المعتادة؟ هل هي فعالة تجاه جدري القرود؟ اللقاحات الجدري القديم يلي من 1970-80 هذه هي فعالة، ولكنها غير متوفرة الآن. ولكن الأشخاص اللي عملهم فوق 40 تقريبا، الذين تم تلقيحهم بالسبعينات والثمانينات، هذول الأشخاص راح يكونوا محميين من المونكي بوكس، وهذا خبر جيد. الأمر الثاني، الخبر الجيد الآخر، أن هناك لقاح لمونكي بوكس تم تطويره عام 2019 وتمت موافقته من الـ FDA، ولكنه غير متاح بشكل كبير. لماذا؟ لأنه هذا المرض كان نادر، وبالتالي الشركات لم تستثمر في إنتاج هذا اللقاح. المهم، هناك لقاح من الممكن أن يتم إنتاجه بشكل أوسع خلال الأشهر المقبلة. آخر نقطة، اللقاح الخاص بجدري الإنسان، الشيكن بوكس، الجدري البسيط، هذا أيضا يوفر حماية، ولكن حماية محدودة قد لا تتجاوز 60%. بعض الدول يعني تضمن هذا اللقاح ضمن البرامج اللقاحات الاعتيادية، ولذلك قد يوفر بعض الحماية. دكتور عبد الكريم، ماذا عن تأثيرها على الأطفال؟ هل هو أعراضه أو يعني تأثيراته أكثر على الأطفال من الكبار؟ وهل يصيب الأطفال أصلاً؟ نعم، بشكل عام يصيب الأطفال بكل تأكيد، وتأثيره على الأطفال قد يكون نعم أكثر من الكبار. طيب، هذا الفيروس له سلالتين، سلالة بسموها أفريقيا الغربية وسلالة الثانية بسموها سلالة الكونغو. سلالة أفريقيا الغربية اللي هي منتشرة حاليا هي نوعا ما لا تسبب اختلاطات كثيرة، كما ذكرت نسبة الوفيات 1%. عند الأطفال قد تكون النسبة مرتفعة أكثر بقليل، ولكن بإعطاء العناية اللازمة مع بعض العلاجات المضادة للفيروسات قد يكون الشخص بماما. طيب الآن مع يعني في دقيقة من الوقت دكتور عبد الكريم، مع وصوله إلى لبنان لا سمح الله، هل يمكن أن ينتشر بشكل سريع في بقية الدول العربية؟ هلا المشكلة أنه بالدول العربية طبيعة اختلاط الناس ببعضهم، حتى مثل أيام الكورونا كنا نقول طبيعة الحياة الاجتماعية في دولنا العربية قد تعني انتشار أكثر للأوبئة. ولكن أطمئن أنه هذا المرض صعب انتشاره. ولكن لابد أخذ بعض الحيطة والحذر على الأقل. دكتور، الأشخاص المصابين يجب حجرهم. شكرا جزيلا على الطمأنة وعلى هذه المشاركة وكل هذه المعلومات من لندن، الدكتور عبد الكريم قزيز المختص في علم الوبائيات والباحث المشارك في جامعة كينغز كوليدج. وفي ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها. أمين مجلس الأمن الإيراني يتهم إسرائيل باغتيال خدائي، رئيسي يهدد بالثأر وإسرائيل تتأهب. واشنطن تؤكد المضي بعقوباتها ضد شخصيات لبنانية وتتهم حزب الله بخلق اضطرابات في لبنان والمنطقة. عشرات حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية في العراق وإجراءات طارئة تشل البلاد. الاشتباه بحالة إصابة بجدر القرود في لبنان، والفيروس يواصل انتشاره في عدد من دول العالم.
وصلنا إلى الختام مشاهدينا، عضو ألتقيكم بعد ساعة، وعلى رأس الساعة الزميل محمود الورواري. كونوا معنا.